عندي فطيره مربى، هنشوف دلوقتي هنعملها ازاي مع حضراتكم. زيت، ميه، دقيق، ملح، سكر، خميره، لبن بودر، مربى للحشو. الفراوله بتاع الفراوله، ايوه حلو. طيب كده احنا حلوين قوي. بسم الله، قوم بقى يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الدقيق، وخليه دقيق في كلامك. ادي اللبن، ادي السكر، ادي الخميره، ادي الملح، ادي الزيت، وادي الماء، وادي الماشين. يلا بقى نشتغل. ناخد لها شوية مية صغيرة. عشان العجينة تلم. كده العجينة استوت. ازاي بعرف بقى يا عم محمد؟ لما الاقي العجينة بتاعتي نطفت كده وطلعت عجينة كده اهي، وادي العجينة بتاعتي كده نضيفة كده، بعرف ان العجينة بتاعتي استوت او اتجانست واتخدمت مع بعضيها. اهو اهو، نسيب بقى دي تخمر كده. طيب حبيبي يا رسول الله، الله يا بلادنا، الله ادي المغبة.
وده احنا ورانا ايه؟ دي بس ايه؟ حاضر تتشمع